محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي كان معنا مباشرة من الفجيرة، بشكرك شكرا جزيلا. قرر السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تأجيل ظهور الزي الجديد للفريق في مباراة الفجيرة الودية والتي تقام غدا باستاد الفجيرة، واستقر عبد الحفيظ على ظهور الفريق بالزي الجديد مع أول مباراة بالدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف الحالية أمام طنطا المقرر لها 2 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العام، وجاء ذلك بسبب ارتداء فريق الفجيرة اللون الأحمر خلال مباراة الغد باعتباره صاحب الملعب، وهو ما يحول دون ارتداء الأهلي الزي الأول له.